لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم عمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. خذ من الدنيا لبدنك، ومن الآخرة لقلبك. يا رب، سترك الجميل الذي لم يزل، يا رب، سترك الجميل الذي لم يزل. سبحان الله، أي مكان هذا؟ سفيان، سفيان، من؟ السلام عليك. عليك السلام ورحمة الله. أما عرفتني؟ أنا أبو شهاب. بلى، عرفتك. أنا قادم إليك من الكوفة. أخوك وأختك هناك بخير. سألت طويلا عنك بمكة حتى دلوني بعد جهد عسير على مكانك هذا الموحش الغريب. إن أختك بعثت إليك معي بهذا الطعام. طعام عجل به إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تأكل معي؟ إنه طعام طيب. ما بي حاجة إليه. لا أدري أأكتم أم أتكلم. تكلم. يا أبا عبد الله، أتيتك وأنا صديقك فسلمت عليك وحدثتك، فلم ترد علي ذاك الرد الذي كنت آمله منك. فلما أخبرتك أني أتيتك بطعام لا يساوي درهمين جلست ونشطت وكلمتني. المعذرة يا أبا شهاب، لا تلمني. قد مضت علي 3 أيام لم أذق فيها طعاما قط. 3 أيام؟ سفيان بن سعيد الذي يلهج الناس بذكره في كل مكان لا يجد ما يأكله. الحمد لله المنعم المتفضل على كل حال. فيما لا تعود إلى أهلك وبلدك يا أبا عبد الله؟ إلى متى تجوب الآفاق ولا تستقر في بلد ولا تفيء إلى سكينة أم يرضيك ما أنت فيه من بلاء؟ أنا في سكينة ممدودة وارفة الظلال يا أبا شهاب. وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة مع قوم غرباء،
فأنا ماكث فيهما ما شاء الله أن أمكث. وتجارتك التي كنت تتجر ماذا فعلت بها؟ هي على حالها بين ربح وخسارة. أرتحل إلى اليمن فأشتري، وأفرق ما اشتريت على إخوان لي فيبيعونه، فإذا كان الموسم التقيتهم واقتسمت وإياهم ما ربحوا. والعلم الذي أنفقت عمرك كله في طلبه ألا تكسب منه شيئا؟ ما كان العلم لكسب المال يا أبا شهاب، العالم طبيب القلوب والمال داؤها، فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره؟ إنما يطلب العلم ليتقى الله به، وإن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. والعلماء الذين يزدادون بعلمهم ثراء كل يوم ماذا تقول فيهم؟ الناس عندنا مؤمنون مسلمون، ولكن لا ندري ما هم عند الله تعالى. نحن أهل الذنوب نسمع التشديد فنخشى على أهل القبلة، ونسمع اللين فنرجو لهم، لا نقضي على الموتى ولا نحاسب الأحياء، بل نكل ما لا نعلم إلى عالمه، ونتهم رأينا لرأي سوانا. لكنهم يأخذون عليك ما أنت فيه. من عرف نفسه لا يضره ما قيل فيه، ورضا الناس غاية لا تدرك، وطلب الدنيا كذلك غاية لا تدرك. إنك تزهق نفسك وتخرب دنياك. لم لا أحب الموت وفيه لقاء الله؟ أما دنياي فأنا في رقها ما أزال، قد جعلت على نفسي أن لا يخدمني أحد، وأن لا يطوى لي فراش، وأن لا أضع لبنة على لبنة، وهيهات هيهات أن أنجو. ألا يكون الرجل مؤمنا إذا كان ذا مال؟ ألا إذا كان ممن إذا ابتلي صبر، وإن أعطي شكر. إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل، وما هو بأكل الغليظ ولا لبس الخشن. أنا عائد إلى الكوفة، ألا توصيني بشيء؟ بلى، لا تسألن أحدا شيئا، ولا تجالس إلا من تذكرك بالله رؤيته، ويرغبك في الآخرة عمله، ويزيد في علمك كلامه. إنما الحياة اختيار أو اختبار أو عقوبة، أما اختيار الله لك فينبغي أن تقبل به، وأما الاختبار فينبغي أن تصبر عليه، وأما العقوبة فينبغي أن تنقلك إلى توبة. أوعيت؟ نعم، أجزل الله مثوبتك، أستودعك الله. في رعاية الله. Thank you.
أنت سفيان بن سعيد؟ نعم. أنا رسول محمد ابن إبراهيم ولمكة إليك. ماذا يريد مني؟ لقد كتب إليه أمير المؤمنين المهدي بطلبك، لعله يريد أن يوليك عملا. أنا يقول لك الوالي إذا كنت تريد إجابة أمير المؤمنين فهلم كي يبعث بك إليه، وإن كنت لا تريد فلتتوارى عن أعين الناس، وسينادى باسمك في الطرقات 3 أيام فلا تجب. ما قولك؟ سأتوارى عن الأعين ولن أجيب. كما تشاء. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا يريدون مني؟ بيت شعري أهو الصواب ما أفعل، أم أن هناك صوابا فوقه لا أدري؟ سأرتحل إلى الكوفة. تعلموا هذا العلم واغضموا عليه، ولا تخلطوه بلهو فتجمد القلوب. اطلبوا العلم ثم احفظوه، ثم اعملوا به، ثم انشروه بين الناس. وتذكروا أن فتنة العلم أشد من فتنة الذهب والفضة، فزينوا العلم بأنفسكم ولا تتزينوا بالعلم. واعلموا أن الأعمال السيئة داء والعلماء دواء، فإذا فسد العلماء فمن يشفي الداء؟ كان الرجل ممن قبلكم لا يطلب العلم حتى يتعبد قبل ذلك 20 سنة. تجنبوا الذنوب، فلقد حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أحدثته. لا تطلبوا بهذا العلم دنيا الناس، فما أعطي رجل من الدنيا شيئا إلا قيل له خذه ومثله حزنا. ذلوا عند الطاعة واستعصوا عند المعصية، وعليكم بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. انصرفوا إلى أعمالكم رحمكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أرى سحابة حزن تظلل وجهك، أشوقا إلى مكة أم سأما من الكوفة وما زلت بها حديث عهد؟ إن في الكوفة لا أصحابا لك قد سرهم قدومك، وهم بحاجة إلى علمك. ما بي من سآمة من هذه البلدة ولا من أهلها يا أيوب السختياني، لكني بت كلما جلست إلى الناس خفت أن يتسلل دبيب العجب إلى قلبي، وبمثل هذا العجب يران على القلوب. ومن يسلم يا أبا عبد الله؟ إن الرجل لا يحدث بالحديث فيرى أنه قد وقع من القوم موقعا حسنا، فيخالط قلبه من ذلك شيء. والله لوددت أن أنجو من هذا الأمر كفافا، لا علي ولا لي. أخشى أن أكون ممن استدرجهم الله على غفلة منهم. حدثني حماد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الاستدراج:
ذاك مكر الله بعباده المضيعين. حسبك، لست منهم يا أبا عبد الله، ولا أزكي على الله أحدا. إنا نكون حولك فنحس بالنار قد أحاطت بنا لما نرى من حزنك. تلك حال ليتها تدوم. والله ما عالجت شيئا قط أشد علي من نفسي، مرة علي ومرة لي، ولا أدري على أي الحالين أقبط. لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار إلى الجنة فرحا، فما لنا بهذه الدار مستمسكين؟ أم رفعنا الناس فأحببنا المقام فيهم؟ ما كانت تلك نيتك ولا مرادك. إن قوما يريدون أن يرفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم، وآخرين يريدون أن يتواضعوا فيأبى الله إلا أن يرفعهم. لا عليك إن أثنى الناس عليك، فالثناء يضاعف كما تضاعف الحسنات. امض في هذا الأمر ولا يصدنك عنه شيء، فما شيء أفضل من العلم، لا سيما إذا ألقت الفتنة ظلالها السود على العباد. والله إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة، فكأنما أفقد بعض أعضائي. متعنا الله بك ونفعنا بعلمك. إني ذاهب لأزور يونس بن عبيد، فما قولك أن تأتي معي؟ بلغه سلامي وأرجو أن أزوره متى فرغت، فإني إليه لفي شوق. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مبارك. أما زلت تشكو ضيق معاشك؟ لو لم تشتد بي الحاجة ما شكوت يا يونس. ما أعجب أمرك، أيسرك بدل بصرك هذا الذي تبصر به 100,000 دينار؟ لا والله، بصري أغلى وأفضل. أيسرك بأذنيك 100,000 أخرى؟ لا والله، هما أعز علي من ذلك. ويداك ورجلاك، وهذه العافية التي من الله بها عليك، أرى لك 100,000 وما زلت تشكو الحاجة. أصغ إلي يا هذا، توشك عيناك أن ترى يا ما لم ترى، وتوشك أذناك أن تسمع ما لم تسمع، ثم لا تخرج من شدة إلا دخلت فيما هو أشد منها، حتى يكون آخر ذلك الجواز على الصراط. فخذ من دنياك لآخرتك، واصبر على ما تلقى في سبيل ذلك، أو فتخبط في الفتنة وكل من الحرام ما تشاء. أعاذنا الله وإياك من الحرام، والله لأصبرن حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أحييتني أحياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليك يا ابن عبيد. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا بسيد الفتيان. سيد الفتيان أنا؟ كلمة قالها الحسن البصري فيك، ما رأيتك إلا ذكرتها وذكرتك. لم يبق من زمن الفتوة إلا أطلاله، نسأل الله حسن الختام. لا بأس عليك، أراك اليوم بخير حال. الحمد لله، لئن صلحت صلاتنا وألسنتنا فما نأسى على شيء. تفضل. وفيما الصلاة واللسان؟
هما خصلتان، إن صلحتا من العبد صلح ما سواهما. ألا ترى إلى اللسان؟ إنك لا تجد شيئا من البر يتبعه البر كله إلا اللسان. إنك لا تجد الرجل قد يكثر الصيام ثم يفطر على الحرام، وتجد الرجل قد يصلي ثم يشهد الزور، لكنك لا تجد من يحرص على الحق في كل ما يقول ثم يخالف ذلك في عمله أبدا. ذلك حق والله، إني لا أسمع رجالا يشغلون ألسنتهم باختصام في القدر ثم لا أكاد أرى لهم من عمل صالح، فأقول سبحان الله، ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد بعدا من الله. لو همتهم ذنوبهم لما اختصموا في القدر. جئتك من عند سفيان الثوري، إنه يبلغك سلامة ويدعو لك بالعافية. والله إني لفي شوق إليه، ولشد ما أرجو أن يطول فيما بيننا مقامه. كلنا نرجو ذلك، ولكنه شديد المحاسبة لنفسه، شديد الخوف عليها، لا يستقر على حال. ومن منا تعجبه نفسه؟ إني لا أعد 100 خصلة من خصال البر، فلا أجد في منها خصلة واحدة. ولولا رجاء رحمة الله عز وجل هلكت. يونس بن عبيد يقول هذا، وفيما لا أقوله، وأنا أراني تضيع مني الدجاجة فأجد لها حزنا، وتفوتني الصلاة فلا أجد لها مثل ذلك. أي خير فعلناه؟ أترى إلى قدمي هاتين كيف أقدم بهما على ربي من قبل أن تغبر في سبيله ساعة من نهار؟ ستفعل من الخير كل ما نويت بإذن الله. ألا ليت ذلك يكون. ما ذكرت الحسن البصري إلا امتلأت حزنا، ضحك يوما ثم علت وجهه صفرة وقال: نضحك، ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا وقال: لا أقبل منكم شيئا. يونس، ما جئتك إلا لأسري عنك وأسرك، كن حسن الظن بالله. لا إله إلا هو، برحمته ننجو لا بأعمالنا. ألا ترى إلينا كيف عمدنا إلى ما يصلح الناس فكتبناه، وعمدنا إلى ما يصلحنا فتركناه؟ يا أبا عبد الله، هل في نفسك من أبي شيء؟ يرحم الله أباك، فلقد كان محبا للخير. إذن فخذ هذا المال مما تركه أبي، إنه لا يحزنني أن ترده علي. لا والله، ليس لي في مالك ولا مال أبيك من حاجة، لقد أنعم الله علي وأوسع. كنت أخشى ذلك، ولقد أتيتك بهذا المال وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، وأقول لنفسي لعله يقبل. أم تراك تبغضني يا أبا عبد الله؟ أستغفر الله، أستغفر الله، ما أبغضتك يوما، وإني لألقى الرجل ممن قد يحوك في نفسي بغضه فيقول لي: كيف أصبحت؟ فيلين له قلبي، وإن الرجل ليسقيني شربة الماء على ظمأ، فكأنما أغناني حتى لا أقدر على مكافأته. لما ترفض هذا المال إذن؟ لقد سمعتك يوما تقول: إن الشكر أن يكون المرء أسر بالمعروف ممن يوليه إياه وأشد منه حياء، وإني لكذلك يشهد الله. أم لعلك تبغض المال؟ هون عليك يا أخي،
ربما كان المال يكره فيما مضى، أما اليوم فهو ترس المؤمن. إنا لفي زمن من احتاج فيه إلى شيء كان أول ما يبذل من أجله دينه. لم ترفضه إذن؟ قلت لك لا حاجة لي به. ألا أخرج من عندك بشيء ينفعني؟ أما هذه فنعم. أقول لك إنك في زمان كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتعوذون من أن يدركوه، ولهم من العلم ومن القدم ما ليس لنا، فكيف بنا وقد أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس؟ فعليك بالأمر الأول فتمسك به، وإياك وحب الجاه وحب الثناء، فإن الرجل قد يكون الجاه أحب إليه من الذهب والفضة، فتفقد نفسك وقدم النية الصالحة على العمل، فما ضعف بدن قط عن مبلغ نية صاحبه. قدم نيتك ثم اتبعها. أراك تعرض بي وبنيتي، أتقول لي هذا وأنا جليسك؟ بل أقوله لأنك جليسي. إني لأخاف أن يقال لي يوم القيامة: كان هذا جليسك، أفلا نصحته؟ سامحك الله يا أبا عبد الله، لقد صغرت في نفسي ما كان عظيما. أستودعك الله يا سفيان الثوري. مع السلامة. ويحك، أي شيء هو قلبك؟ أهو من حجر؟ هب أنه ليس لك عيال، أما ترحمني؟ أما ترحم أخاك؟ ماذا تريدين مني؟ هذا المال الذي أتاك به الرجل، لما رددته؟ المال تريدون أن تأكلوه هنيئا مريئا، وأسأل أنا يوم القيامة عنه؟ اسمعي يا أم عبد الله، لقيت يوما امرأة عجوزا عابدة تطوف بالبيت وعلى وجهها أثر الجوع، فقلت لها بعد أن فرغت: لو أنك سألت الناس شيئا. فقالت لي: تأمرني أن أسأل الدنيا من لا يملكها؟ وعزته وجلاله إني لأستحيي أن أسأل ربي الدنيا وهو يملكها. يا هذا قل الحمد لله. فقلت. قالت: اعترفت له بالشكر؟ قلت: نعم. قالت: وجب عليك من معرفة الشكر شكر آخر، وبمعرفة الشكرين شكر لا ينقضي أبدا. يا هذا كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، وكفى بالمرء علما أن يخشى الله. واعلم أنه لن تسلم القلوب من الردى حتى يكون همها في الله هما واحدا. قالت هذا ثم طفقت ثانية تطوف. أين أنت من تلك المرأة يا أم عبد الله؟ إذن هو ذاك، لن تعترف بخطئك يوما. اللهم سترك الجميل الذي لم يزل، اللهم سترك الجميل الذي لم يزل. رحم الله أبا حبيب البدوي. يا أبا حبيب، ماذا أفعل بما ألقى من ضر؟
أنت سفيان بن سعيد الذي يقال؟ نعم، نسأل الله بركة ما يقال. يا سفيان، ما رأينا خيرا قط إلا من ربنا. أجل، فما لنا نكره لقاء من لم نر خيرا قط إلا منه. يا سفيان، منع الله إياك عطاء، وذلك لأنه لا يمنعك من بخل ولا عدم، وإنما منعه نظر منه واختبار. أتأذن لي بصحبتك يا أبا حبيب؟ إن فيك لأنسة وإن عنك لشغلة، دعني وما أنا فيه. يا من إذا سئل رضي وإن لم يسأل غضب، ولا يكون هذا لأحد سواه. اللهم إنك عالم بحاجتي، ما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. اللهم إن الجزع من الموت قد أرقني، وكل هذا من نعمك السابغة علي. اللهم قد علمت أن لو كان لي عذر في العزلة لما أقمت بين الناس طرفة عين. اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا منها إلى خير. ادخل. سفيان، إنهم يبحثون عنك يا رجل. هل علموا أني هنا؟ لا، لكنهم سيعلمون. سألوني فقلت إنك ارتحلت. أمير المؤمنين يطلبك، فلما لا تذهب إليه؟ ولما أفعل؟ أم تحدثك نفسك بأنني إن ذهبت عدت بمال وفير ينالك منه نصيب؟ لا لا، ليس لي إليك من حاجة، لكن زوجتك. أنت وزوجتي وأهلي جميعا لا يحرككم إلا الطمع؟ سامحك الله يا أخي، إنما أنا أجزع لفراقك وأرثي لك، تطوف من بلدة إلى بلدة ولا تستقر. أي شيء كان بينك وبين أمير المؤمنين المهدي؟ ليس بيني وبينه شيء، بعث إلي في حجة له فسألته. كم أنفقت في حجتك يا أمير المؤمنين؟ لا أدري، لكن عمر بن الخطاب يدري. أنفق 16 دينارا فاستكثرها واعتبرها إسرافا ندم عليه. تريدني أن أكون مثل ما أنت فيه من عوز وخشونة عيش؟ إن لم تكن في مثل ما أنا فيه فكن في أدنى مما أنت فيه. ماذا تريد مني يا أبا عبد الله؟ جاءتنا رسائلك فلبينا لك كل ما طلبت. رسائلي؟ ما بعثت إليك أطلب شيئا قط. أصغي إلي، ما بعثت إليك إلا كي أسألك أن تصحبني، لئن فعلت لأسيرن فيكم سيرة العمرين. بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن مس ابن عباس بعض جسمه وقال: جلد لا تمسه النار. فنظر إليه عمر غاضبا وقال: ما أدراك؟ قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ففارقك وهو عنك راض،
وصحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم، وها أنت تفارقهم وهم عنك راضوا. فقال عمر: أما ما كان من صحبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك فضل من به الله علي، وأما ما ترى من صحبتكم فإني لأخشى عواقبها، فلو أن لي ما في الأرض جميعا لافتديت به عذاب الله قبل أن أراه. يا أمير المؤمنين، لأن كان عمر يقول هذا وهو يحتضر، فماذا نقول نحن؟ بارك الله فيك ونفعنا بك يا سفيان. يا أخي، أسألك أن تنصحني بشيء ينفعني. بلى، أنت أخي ابن أبي وأمي، ولك علي حق النصيحة. أحذرك أن تجهل بعد أن علمت، وتهلك بعد أن أبصرت، وتغتر بأهل الدنيا بحرصهم عليها وجمعهم لها، فإن الهول شديد والأمر قريب وكأن قد كان. ارتحل إلى الآخرة قبل أن يرتحل بك، إن بصر العين من الدنيا وإن بصر القلب من الآخرة، وإن المرء لا يبصر بعينيه وقد لا ينتفع ببصره، فإذا أبصر بالقلب انتفع. هل وعيت ما قلت؟ نعم وعيت. قل لي يا أخي، إلى أين تنوي الرحيل؟ إلى حيث يشاء الله عز وجل. ما أرى له شبيها في ترحاله من بلد إلى بلد إلا إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم، علمت أنه لقيه في بيت المقدس. سفيان في بيت المقدس؟ كلا، قد ارتحل كدأبه، هو في البصرة أو لعله في مكة، من يدري. أود لو لقيته ليعلمه أن فراره هذا ليس من الدين في شيء. ماذا في أن يأتي بغداد ويحدث أمير المؤمنين بما أوتي من علم؟ عسى أن ينفع الله به ويؤجر. إنه يخشى أن يفتن. ما رأيت أعلم من سفيان ولا أتقى منه. كمرة وثب من بيننا وهو يقول إن النهار يعمل عمله. سألته أن يذهب إلى أمير المؤمنين فقال لي: والله لو أعلم أن وراء البحار من يطلب هذا العلم لا يريد به إلا وجه الله تعالى لأتيته وحدثته. وما يدريه بما في القلوب. يا أبا عبد الله، إن فيك لا عجبا. ما الذي بان لك مني حتى عجبت؟ تنقلك من بلد إلى بلد يا رجل. إن للناس مأوى، وللسبع مأوى، وللطير مأوى، وما لك مأوى تأوي إليه؟ أوحشت الأرض فاستوحشت، وما أراها تزداد إلا وحشة. الدنيا بخير يا رجل، وأن لك فيها متاعا لو أردت. أي رجل كان المغيرة الضبي يا شعيب بن حرب؟ رجل صالح. وأي الرجال كان إبراهيم النخعي؟ هو كذلك رجل صالح. وأي الرجال كان علقمة؟ ولما السؤال؟ علقمة من خيار الناس. وأي الرجال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ الثقة الصدوق. حدثني المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
اقتحم على أهل الجنة في قبابهم نور كاد يخطف أبصارهم، فإذا هو نور سن حوراء ضحكت في وجه وليها. هل تريدني أن أدع هذا الخير لقولك؟ ألا تنال الجنة بأقل مما تفعل؟ بل سلني، أتنال بكل ما تزعم أني أفعل؟ أم تحسبني معتمدا على هذا العلم؟ ما تصنع بعلم إذا وصلت فيه إلى الغاية تمنيت أنك خرجت كما دخلت؟ من ازداد علما ازداد وجعا يا شعيب، ولو أني لم أعلم لكان أقل لحزني. ما رأيت خوفا كخوفك يا رجل. وهل أطاق أحد العبادة أو قوي عليها إلا بشدة الخوف؟ ألا تفتر عما أنت فيه؟ ألا تحدثك نفسك بشيء من الرغد والمتاع؟ بلى، ما أكثر ما تفعل. فأقول لها: يا نفس ما لك من صبر على النار، قد حان أن تقبلي من بعد إدباري. أفرارا من نفسك أم من الناس؟ إلى متى؟ بل أنت إلى متى يا شعيب بن حر؟ إنما هي لحظة ويقبض اللبيب. ألا يخامرك الخوف على قوت يومك؟ والله لو أن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت ثم اهتممت لشيء من رزقي فظننت أني منافق. ألا ترى إلى الناس وما هم فيه من دور شاهقة وخيول فارهة وضيع؟ لا تنظر إلى دورهم يا شعيب، فما بنوها إلا لينظر الناس إليها. ما بال هذا الطير محبوسا لو خليت عنه؟ إنه لولدي. إلي به. يا سعيد، سعيد. نعم يا أبي. نعم يا أبي. ألا تسلم يا بني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد، أتبيعني هذا الطائر بدينار؟ دينار؟ خذ دينار. شكرا يا عمّة.